أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. هدية لمولانا الإمام الحسين الثانية. هدية لمولانا الإمام الباقر عليه السلام الثالثة. اللهم ارحمنا بالنبي وآله، رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولانا وسيدنا يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى شلون تسلم على الإمام بليلة الجمعة. السلام على الخد التريب. السلام على الشيب الخضيب. السلام على الجسد السليب. أين المنادي وحسين؟ غريب يا مظلوم كربلاء، وعج على أرض البقيع الذي ترابه يجلو قذى الناظر، واذري دموع العين فيها دما الليلة. شهادة الإمام الباقر وتلقى قبر الإمام مهدوم. أيوة إماما، وعج على أرض البقيع الذي ترابه يجلو قذى الناظر، وذر دموع العين فيها دما على ضريح السيد الباقر، على إمام ما جرى ذكره في خاطري إلا جرى ناظري. يلتنا شدني بهالليل اشسد، والد الصادق قضى بسم العدى. غسلوا وشفن الصادق والدموع
تجري عليا وانحنت منه الضلوع شيعوا وراه وخلاف الربوع غدت وحشة من انفقد بحر الندم. لكن الشاعر وين يعرج بقلوبنا بهالليلة الجمعة؟ يقول صدق إلنا عليه نوح وإلنا ويد لجن من نسمع بتشييعه نهيد ما بقى جسمه على حر الصعيد ما بقى جسمه على حر الصعيد مثل جدة مثل جدة من الثياب مجردة. خل نسأل الزهراء بهالليلة صحات منهم بسامرة ومنهم في خراسان منهم برض طيبة ومنهم برض كوفان أعظم علي مصيبة المذبوح صحات أدور بالمجالس وين ما وين ما وين إيدي على الضلع وإيدي على العين على العين بالله تعلي بندائك بيا حسيني ولا ويلي على العين بلكت صوتنا يصيح يا حسين أدور بالمجالس مثل المضيعة المضيعة بلكت صوت ناعي على الولد لكن الأمر لله والعاقبة لأهل التقوى واليقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. روي عن مولانا وسيدنا الإمام الباقر عليه السلام مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء وإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له بالإمامة من الله. صدق مولانا وسيدنا الإمام الباقر من آل محمد. نتقدم بأحر التعازي والتسليات إلى ساحة مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه وعجل فرجه بهذه المصيبة الأليمة ذكرى شهادة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فنقول له سيدنا آجرك الله باستشهاد جدك الغريب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهجه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ولد الإمام الباقر سلام الله عليه يوم الاثنين 53 للهجرة النبوية الشريفة على مهاجرها وآله أفضل الصلاة والسلام. أبوه الإمام زين العابدين سيد الساجدين وأمه السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، وكانت تكنى بأم عبد الله هذه المرأة الجليلة التي قال عنها الإمام
الباقر سلام الله عليه، كانت أمي قاعدة تحت جدار، وإذ سمعنا له هدة شديدة، أي أراد أن يقع، فأشارت عليها السلام بيدها، قالت: لا وحق المصطفى ما أوذن لك بالسقوط. فبقي الجدار معلقا حتى جازته. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتصدق عنها أبي بمئة دينار. وروي أن الإمام الصادق سلام الله عليه ذكر جدته أم أبيه فقال: إنها كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها. شوف العظمة، إنها كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها. ألقابه كثيرة، أشهر ألقابه الباقر، لقبه به جده النبي محمد صلى الله عليه وآله. إخواني الأعزاء، دور الإمام الباقر سلام الله عليه لم يكن أقل صعوبة من دور جده النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إلى قوم عرفوا بالعناد، عرفوا بالعناد، عبادة الأوثان والأصنام، عرفوا بالجحود، أناس استنوا بسنن خاطئة، منها الوأد، أي كانوا يدفنون البنات وهن أحياء، يقولون هذا ما وجدنا عليه آباءنا. عاصر هالشكل القوم. الذين قابلوا رسول الله صلى الله عليه وآله قابلوه بالكفر، أي كفرة مشركين، قابلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وواجه تلك الصعوبات الكثيرة، حيث قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. ولكن الإمام الباقر عليه السلام كان في زمان يعيشه الناس، دققوا، يعيشه الناس عيش الجاهلية باسم الإسلام. في هالزمن كانوا يعيشون عيش الجاهلية باسم الإسلام، حيث الإمام سلام الله عليه واجه صعوبات كثيرة. من هذه الصعوبات أن الذين كانوا في عصره كانوا يرون أنهم أحق وأعرف بالإمام عليه السلام من القرآن الكريم وأولى به، الشكل كانوا يعيشون. من جهة أخرى رأى الإمام سلام الله عليه أناس ينتسبون إلى مكتب أهل البيت سلام الله عليهم، لكن بالظاهر فقط. ليش؟ لأن بالحقيقة كانوا يخالفون. مثل من؟ مثل الكيسانية والزيدية، لاحظوا، ومثل البترية أو البترية، هؤلاء من هم؟ يحبون أهل البيت عليهم السلام، لكن ما يتبرؤون من أعداء أهل البيت سلام الله عليهم، براءة ما عندهم. الإمام الصادق سلام الله عليه ترى تكلم بها واضحة، قال: كذب من زعم أنه يحبنا، أو كذب من زعم محبتنا ولم يتبرأ من عدونا. أي نعم، واجه هذه الصعوبات الإمام سلام الله عليه، ذل كلهم يحتاج لهم إصلاح. من جهة أخرى الإمام سلام الله عليه كان مضطهدا. شلون مضطهد؟ يعني ما عنده يد بالحكومة الإمام حتى يرد على هؤلاء وعلى هذا الجو من هذه الجهة، بل بالعكس أعداؤه كانت لهم اليد الطولى في الحكومة. مضطهد الإمام الباقر سلام الله عليه. وفي عصره عز الدولة الأموية، بحيث كانوا يناطحون بلاد الروم بهالشكل، وظهرت البدع الكثيرة باسم الدين في الدين،
اللي لما وقع خلاف بين بني أمية وبني الزبير، وقع خلاف، ايش قالوا بني أمية؟ قالوا بهالسنة احنا حجنا ما نروح المكة، ما نروح المكة، نروح إلى بيت المقدس. شوف البدع، كيف يريدون البدع في الدين. وهلم جرى هالشكل صعوبات الكثيرة. كان يعيش في زمان فيه الفساد الكثير أحكاما وعقيدة. إذا واحد يريد يشوف شنو الفساد اللي صار في عصر الحكومة الأموية، لازم يراجع شوي إلى رؤوس بني أمية. اللهم لعن بني أمية قاطبة. منهم أبو سفيان، لما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة، جاء العباس عمه بمن؟ جاء بأبي سفيان، وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، التفت لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال له: ويحك، أما حان لك أن تشهد بأن لا إله إلا الله؟ قال: فداك أبي وأمي، ما أكرمك وما أحلمك، بلى، لو كان لآلهتنا نفع لنفعونا يوم بدر، لأن يوم بدر يا يوم المسمى بالموت الأحمر. ماذا صنع أمير المؤمنين سلام الله عليه في ذلك اليوم؟ نصف قتل المشركين على يد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقيل أزيد من النصف بواحد. هذا اللي يطلع ويقول وماذا صنع علي للإسلام، زين وماذا صنع غيره للإسلام؟ ألم يكن هذا بغض منهم للإمام سلام الله عليه؟ صريح النبي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. زين، قال له: ويحك يا أبا سفيان، أما حان لك أن تشهد بأني رسول الله؟ ما صار وقته. قال: فداك أبي وأمي، ما أكرمك وما أحلمك، أما هذا في النفس منه شيء. الله أكبر، بلي سلطان، أقول سلطان، لأن هو قال للعباس عم النبي صلى الله عليه وآله، قال له: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال: ويحك، إنه ليس بالملك، إنما هي النبوة. قال له: أسلم قبل أن يضرب عنقك. فأسلم إسلاما ظاهريا مجرد باللسان. شو، مو كل واحد قال لا إله إلا الله صدق، لا إله إلا الله بالتطبيق. لذا أمير المؤمنين عليه السلام قال: والله، اسمع، والله ما أسلموا ولكن استسلموا، ولما وجدوا أعوانا رجعوا على عداوتهم. والدليل على ذلك في زمن عثمان بن عفان، هو أبو سفيان جمعهم في دار واحدة، قال لهم: بكم غير أموي؟ قال له: لا. قال: تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار ولا حساب ولا يوم القيامة. هذه عقيدتهم بني أمية. نعم، تجي بعد إلى رؤوس بني أمية معاوية، هذا الذي كان يسخر من الدين ومن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهرب، هرب، ما استطاع المكوث بالمدينة، هرب. ما أدري شلون يقولون كاتب الوحي، وهو لما ضاقت به العرصة رجع 5 أشهر قبل شهادة النبي صلى الله عليه وآله، وأسلم إسلاما ظاهريا. 5 أشهر، كيف صار كاتب الوحي؟ وكيف يقدس؟ هذا من البلاء العظيم. زين، أنت تسمع يقول، اسمع، هو يقول أذاك البعيد: سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر لحبه لسيدنا علي. شنو الوضع؟ القاتل والمقتول، والمقتول من أجله، كلهم ساداتك؟ أيا للعجب، أيا للعجب.
إخواني الأعزاء، كل من يعوف أهل البيت عليهم السلام، كل من ما عنده ولاية أهل البيت عليهم السلام يقع فيها الورطات هذه، يقع فيها. نعم. وهو الذي أسس السب والشتم على الإمام أمير المؤمنين عشرات السنين. هذه جريمة تغتفر؟ هذه رؤوس بني أمية، منهم يزيد لعنة الله عليه، أبياته معروفة حتى ما أحب أقراها: ليت أشياخي ببدر شهدوا. شنو قال بالأخير؟ لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي. هذه ديانة بني أمية، هاي ديانة بني أمية. وبأول سنة قتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا دققوا، الإمام الباقر عليه السلام كان يعيش بهالأجواء، الأجواء قذرة، أهل عداء لأهل البيت سلام الله عليهم كانوا. طيب، كيف واجه الإمام الباقر سلام الله عليه هذا الجو القذر؟ شلون واجه؟ الطرق اللي استعملها الإمام الباقر سلام الله عليه لنشر دين جده النبي محمد صلى الله عليه وآله. ما هي؟ شنو هي الطرق هذه؟ أولا، تربية النفوس. الإمام الباقر عليه السلام بدأ بتربية تلاميذ، حتى بعض الرجاليين يقول الإمام سلام الله عليه عنده 500 تلميذ، واحدهم جابر بن يزيد الجعفي، واحدهم زرارة بن أعيان، واحدهم أبان بن تغلب، واحدهم محمد بن مسلم، كل واحد منهم إلى درجة. جابر بن يزيد الجعفي هذا الرجل العظيم، الإمام سلام الله عليه ودع عنده 70,000 حديثا، 70,000 ودع عنده من أسرار آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال له: إياك أن تحدث بها أحدا، وما حدث بها أحد. يا مؤمن، دقق، شنو هذا الوعاء اللي كان يحمله؟ شنو هاي الطاقة اللي كانت عند جابر؟ شنو هالطاقة هاي العظيمة الكبيرة؟ بحيث إجا للإمام عليه السلام قال له: سيدي، حملتني وقرا يا مولاي عظيما. مولاي، شو أسوي أنا بهالأسرار اللي عندي؟ قال له: تروح تخرج من البلد وتحفر حفيرة وتضع رأسك وتقول: حدثني محمد بن علي كذا وكذا. يعني شوف الطاقة اللي كانت عنده، ربما لا يمتلكها غيره. هذا واحدهم، والمعاجز الكثيرة هو شافها من الإمام سلام الله عليه، نذكر بعضها إن شاء الله. هذا واحدهم. منهم أبان بن تغلب. أبان بن تغلب كان خاطبه، هو من تلاميذ الإمام الباقر سلام الله عليه، من أخص الخواص ولحق الإمام الصادق سلام الله عليه. كان يقول للإمام: إني أحب، اسمع بدقة، إني أحب أن تجلس في مسجد المدينة وتفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. الإمام يقول له: أنا أحب أنت تقعد بالمسجد وتفتي الناس. هذه درجة يعني لا ينالها كل أحد. بحيث لما ارتحل عن دار الدنيا، تدري الإمام الصادق سلام الله عليه ماذا قال؟ قال: إن موت أبان أوجع قلبي. الله أكبر، هالنمط رباهم صلوات الله وسلامه عليه، دول تلاميذ الإمام. إذن الطريقة اللي نشر بها دين جده رسول الله صلى الله عليه وآله هذه. إخواني، منهم زرارة
ابن أعين اللي قال عنه الإمام الصادق عليه السلام: لولا زرارة ونظراؤه لن درست أحاديث أبي. شوف العظمة اللي عندهم هالأصحاب، ربه هيك تلاميذ الإمام الباقر سلام الله عليه. هاي طريقة. الطريقة الثانية، بيّن للناس التولي والتبري، التولي والتبري، فكان يقول: هل الدين إلا الحب والبغض؟ الحب لأولياء الله والبغض لأعداء الله، هكذا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه. وزيارة عاشوراء في زمن الإمام الباقر عليه السلام هو اللي بيّنها للشيعة للموالين، اللي تشير إلى التولي والتبري. اللهم اجعلني عندك وجيها. واحد لا ينسى الدعاء هاي ترى. وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين. إخواني الثبات، أشرنا ليلة البارحة، الثبات الثبات، يدير بال الإنسان يثبت على ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. هذه من الطرق اللي استعملها الإمام سلام الله عليه لنشر الدين، ومن جملة الطرق المعاجز والكرامات، معاجز اللي صدرت من الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. من جملتها ينقل إن جابر بن يزيد الجعفي قبل دقائق قدمت لكم، يقول: خرجت يوما مع الإمام الباقر عليه السلام وقد قصد كربلاء، قصد الحسين عليه السلام. الرواية التي صدرت بها المجلس، كان آمر يآمر الإمام: مروا شيعتنا بزيارة قبر ال... تارة واحد يقول: أنا ببيتي وأزور الحسين. نعم أنت مأجور، وين ما تكون وتسلم على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه يسمعك، يسمعك. لكن اليوم لما تجي تظهر محبتك، من تجي إلى الزيارة تظهر محبتك للإمام الحسين سلام الله عليه، بحيث اللي يجي لزيارة الحسين سلام الله عليه يساعد فاطمة الزهراء عليها السلام. زيارة الحسين كنز، من يعرف قدر هالكنز هذا؟ زيارة الإمام الحسين عليه السلام وآثارها وبركاتها اللي بالدنيا وبالآخرة. زائر الحسين شنو أجر عند الله؟ قال الصادق عليه السلام: إن زائر جدي الحسين مشفع يوم القيامة لمئة كلهم قد استوجبت عليهم النار ممن كان في الدنيا من المسرفين. هذا زائر الحسين. لذا زائر الحسين لابد يخلي توجهه لأبي عبد الله سلام الله عليه. من يدخل إلى الحائر الحسيني خلي بال كل عدما عند سيد الشهداء عليه السلام، لا ينشغل بأمور، يخلي بال عند أبي عبد الله. يتصور، خلي يتصور هذا المكان اللي مدفون به الحسين عليه السلام، خلي يتصور شلون مدفون وعلى صدره منه مدفون، عند رجليه منو مدفونين. ها خلي يتصورها، يتصورها هذه لا ينساها. الملائكة شعث غبر حول قبر الحسين عليه السلام: مروا شيعتنا سلام الله عليك يا محمد ابن علي بزيارة. ايش قال؟ قال قبر الحسين. ليش يا مولاي؟ قال: فإن إتيانه، يعني تجيل توصل أبو علي، توصل، فإن إتيانه يزيد في الرزق.
ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء. يا مؤمن اللي يزور الحسين عليه السلام يرزق حسن العاقبة، يدفع مدافع السوء. هنا شوف الوجوب اللي أوجبها الإمام الباقر سلام الله عليه، قال وإن إتيانه مفترض، يعني واجب، مفترض على كل مؤمن يقر له بالإمامة من الله. اللهم اكتبنا من زوار سيد الشهداء يا الله. إذا شئت النجاة لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. أي والله عليه غبار زوار الحسين. هني لك اللي عندك حرقة على الحسين دائما، عندك دمعة على الحسين دائما، لأن هو قال أنا قتيل العبرات، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة. وانت بأرض المصيبة، بأرض المصيبة، ها جينا ننشد كربلا مضيعين وبيها زينب. تدري الهضيمة وين؟ يسروها ولالها واحد فزع، واحد رحمك الله يا حاج زاير، يسروها ولالها واحد فزع، شال حادي ضعونها بساع وقطع، جينا ننشد وين أبو فاضل؟ اي يا ابا عبد الله. طيب يقول قصدنا ارض كربلاء، جابر بن يزيد الجعفي يقول قصدنا ارض كربلاء ويا الامام الباقر سلام الله عليه، بعدما زار ادى ما قصد اليه، قال له يا جابر من تجوعان؟ ما تحب تاكل شيء؟ قلت له بلي سيدي. يقول فمد يده الامام عليه السلام بين احجار واخرج تفاحه وناولني إياها، فلم أشم رائحة أزكى وأطيب منها وما تشبه فواكه الدنيا، فعلمت أنها من فواكه الجنة، فأكلتها ولم أحتج إلى طعام 4 أيام ولم أحدث. اللهم صل على محمد. أبو بصير يقول دخلت على الإمام الباقر سلام الله عليه، يذكر إن أبو عيينة، نعم، دخلت على الإمام الباقر سلام الله عليه فوجدت عنده رجلا شاميا يخاطب الإمام الباقر سلام الله عليه، قال له سيدي أنا من شيعتكم، أتولاكم وأتبرأ من أعدائكم، ولكن أبي كان يتولى بني أمية، وإن له مالا كثيرا مات ودفنها وغيبها عني لأني كنت أواليكم. الآن أنا فقير وأحتاج الأموال. قال للإمام الباقر عليه السلام تحب تشوف أبوك؟ تحب تشوف أبوك وتسأل عن الأموال وينها؟ قال له سيدي بلي أنا محتاج. كتب له رقعة، قال له تأخذ الرقعة وتروح إلى البقيع حتى تتوسطه، توقف هناك تصيح يا درجان، يخرج إليك رجل، يجي لك واحد، إذا سألك قل له أنا رسول محمد بن علي بن الحسين، وتشوف اللي تشوف. الراوي يقول صار يوم ثاني اجيت على الباب، باب الامام الصادق امام الباقر عليه السلام، لقيت الرجل واقف ينتظر ان يؤذن له، فاذن لنا فدخلنا جميعا. لما شاف الامام سلام الله عليه قال ان الله يعلم عند من يضع العلم. قال له سيدي مثل ما امرتني سويت، اجاني الرجل اعطيته الرقعه، قال على رسلك حتى اعود اليك، جاء إلي برجل أسود كريه المنظر، قال لي هذا أبوك؟ قلت له إنه ليس بأبي، هذا مو أبوي، هاي مو ألوان أبي. قال إنه أبوك، غيره اللهب ودخان الجحيم والعذاب الأليم. أي نعم،
قلت له أنت أبي؟ قال نعم أنا أبوك. قلت له ليش هالشكل صاير وياك؟ قال لأني كنت أوالي بني أمية، لأني كنت أوالي بني أمية وأنت توالي آل رسول الله صلى الله عليه وآله، هنيالك هنيالك تواليهم، أنا ندمان. قال له أم والد فنتها في جنينتي يعني في بستاني تحت الشجرة الزيتونة 100,000 درهم، تأخذ 50 إلك و50 تعطيها لمحمد بن علي. لاحظوا لاحظوا أكبر نعمة، نعمة الولاء، الولاء لآل البيت سلام الله عليهم، وإلى ما شاء الله من معاجزه وكراماته. بعد من جملة الطرق لهداية الناس ماذا صنع الإمام سلام الله عليه؟ وسع علوم آبائه وأجداده، وسعها حيث لقب بالباقر، لأن قال للجابر النبي صلى الله عليه وآله قال له يا جابر إنك ستبقى حتى تلقى ولدي محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، إذا لقيته فقرأه عني السلام. وبالفعل بالفعل كان جابر بالمسجد ينادي يا باقر يا باقر، يعني أظهر العلوم إظهارا وشقها شقا. قالوا له أجل أنت شنو قصتك؟ قال لا، هذا عهد من النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يوم لقيه. قال بني أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال شمائل رسول الله محمد. قال بني إن جدك رسول الله يقرئ عليك السلام، قال على رسول الله السلام ما دامت السماوات والأرضين، وعليك يا جابر بما بلغت السلام. قال له يا جابر شدري حالك، أنت أيام ترحل عن هذه الدنيا. قال له سيدي ومن أين علمت ذلك؟ قال له يا جابر أما تعلم أن عندي علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ نعم، يبقر علم الدين بقرا أن يشقه شقا ويظهره إظهارا. لكن الإمام الباقر عاش مأساة لوعات، يا لوعات عاشها، تدري كان حاضر واقعة كربلاء وإلى عمر 4 سنين، المصائب شاهدها، وأيضا العطش مر عليهم، العطش هم مر عليه الإمام سلام الله عليه. سيدي شنو من لوعات كنت تكابدها؟ كان يشوف مصرع علي الأكبر وهو مقطع عربا عربا. ليلة جمعة وشهادة الإمام الباقر عليه السلام وأنت عند سيد الشهداء، ها؟ ترى هذا توفيق مو كل واحد عنده يا مؤمن. كان يشوف هاللوعة، يا لوعة، لوعة اللي أبوه سلام الله عليه عليل مريض، كان يشوف لوعة جده لما وقف ونادى، إيش نادى؟ الآن انكسر ظهري. الحسين الحسين ينادي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. يشاهد بعد شنو؟ شاهد لما طلعت الحوراء زينب إلى جسم الحسين عليه السلام، طلعت الولينة ودورت مطروح بالحوم ولقيت، اقعدت يما وعاتبيت أخويا المثلك يعوف، المثلك يا أخويا يعوف بيت. تقل لأخويا أخويا طريت الزلم والخيل والنار ولا تانية يسكن عجل غبار،
اجيتك ردت اشوف ايش صار، لقيتك عرم الودر الرمل حار. اللعين سم الإمام سلام الله عليه، قيل في طعام وقيل في شراب وقيل على سرج دابته. أجركم الله سر السم في بدنه، أين المنادي وإماما؟ أيوا محمدا، أيوا باقرا، أوصى بوصايا. أجرك الله يا أبا عبد الله، شيع مؤمنين عندئذ عرق جبينه هو سكن أنينه، لا يبقى صوت إلا وينادي وإماما. مدد رجله أسبل يده غمض عينه، وفاضت نفسه الطاهرة. رحم الله من نادى أيوا إماما، شباح للموت عينه وعده لرجلي، وأولاده وأخوته داره وعلي، صاحي ودعت الله ومدد ايدي، وقضت روح العزيزة وغمض العين. قام بتجهيزه ولده الصادق ودموعه تسيل على صحني خدوده أيوا إماما. غسله كفنه صلى عليه وشيع بأحسن ما يكون، لكن أقول تخف الأحزان ما مات مثل حسين. يستاهل الضجة أبو علي، إلك نداء أعلاها. لكن أقول تخف الأحزان ما مات مثل حسين، عطشان ولا لعبة عليه الخيل، ميدان ولا فزعة إلى من الخيام نسوان. أقل سيدي يا جعفر ابن محمد، غسلت أبوك كفنت يا مولاي، صليت علي وودعت الوداع الأخير، لكن سيدي يا جعفر ابن محمد، أبوك زين العابدين يا مولاي الباقر، أبوك زين العابدين من بعد 3 أيام جاء إلى جسم الحسين وإماما. المصيبة وين؟ المصيبة وين؟ وضع يديه تحت جسم الحسين، كلما رفع عضوا سقط عضو آخر على الأرض. قال يا بني أسد، أما عندكم قطعة بارية سيدي تلف بحصيرة؟ أما عندكم قطعة بارية؟ قال جابوا له قطعة بارية وجمعوا صالح. وين ونتك؟ جابوا له قطعة بارية وجمعوا صالح، ولف عسى عين العمد النقوشاله، وخلى بوسط لحديت خاصر وانحناله، وشم بنحره والضماير تستعر. سيدي يا جعفر ابن محمد، قبلت ابوك ودعت الوداع الاخير، زين العابدين انحنى راد يقبل أبوه لكن جسمه بلا راس. ويلي
وسدرا ما ينشال اشيلنه ما ينشال اشيلنه وسدرا ابوي مرض رضا ضلوعا وسدرا منه الجاب كافورا منه الجاب كافورا وسدرا ومن غسل غريب الغاضري ونتك اعيده اعيده ويلي ما ينشال اشيلنا وسدرا ابوي مرض رضا ضلوعا واماما وسدرا منه الجاب كافورا وسدرا ومن غسل غريب الغاضري ايش يقول له؟ يقول له يا ياب لقضي بالبتش ليلي ونهاري قبلك ما شفنا شفنا الجسم البواري اقول هالكلمه من عقب ما تبقى ثلاث ايام ايوا حسينا ايوا اماما ايوا غريبا سيدي سيدي يا جعفر ابن محمد لما رجعت من دفن ابوك لابد اجولك شيعتك عزوك واسوك قالوا لك مولاي احسن الله لك العزاء ها لكن عقب ثلاث ايام من اجى الامام زين العابدين سلام الله عليه ودفن ابوه بعد ايش سوى دفن لوحده لا جاب اخوه الرضيع وخلاه على صدر الحسين لان سمع لنداء شنو هالنداء باب الحوائج قل له ابويا 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 خلي رضيعي فوق صدري خلي رضيعي فوق صدري يا صاحب الزمان برخصة منك ونحرى يا ابويا فوق نحري تدري يا ابويا لو ان تدري نار السهم بالقلب تسري دفن كتب على القبر الشريف هذا قبر الحسين بن علي ابن ابي طالب الذي قتلوه عطشانا يقل أما الآخرة فبنورك مشرقة وأما الدنيا بعدك مظلمة أما الحزن فسرمد وأما الليل فمسهد أبا عبد الله يعني ليلي ما أنام ما أنام إلا أبكي على مصيبتك أبا عبد الله رجع إلى عماته وأخواته استقبلت زينب استقبلت زينب إن شاء الله ما تعبت من البكاء على سيد الشهداء استقبلت زينب شافت على عمامته غبار بني علي أين كنت قالها عم الآن رجعت من دفن والدي قالت بقيت ثلاثة أيام غير مدفون أبا عبد الله ثلاثة أيام تبقى ويلي بلرد نشدك ما شربت يا دفا علي بندائك ها حقك لو يصير عندك جزاء على الحسين بلرد نشدك ما شربت يا دفا بخيت قلب لو دفنت حسين لا 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 علي بندائك انت بمحضر الحسين ويلي بخيت قلب لو دفنت حسين بالله يا دفان اردن اشدك رد علي عطشان خيي ما شرب قطرت يوم اندفنت شان رشيت البنية بل كترد روحا تراه مات عطشا هذه أبيات الدعاء شو تقول له زينب تقول له بالله يا دفان الولي وسع مشانه بالله يا دفان الولي وسع مشانه وبهداي عن راس القلب
دش لعزانة قل له أخيتك شبعت مذلة، أنا مشيت درب الما مشيت وشتالك يا أخويا رافقيت. زين سمعت النساء هذه تجي تسأله عن أبوها وهذه عن أخوها وهاي عن ولدها. أبيات الدعاء عندك حاجة توسل إلى الله بهالليلة هاي. إجت الرباب تقول له يا زين العابدين وين دفنتوا اليد عبد الله؟ قالها دفنته على صدر أبي. تهيجت أحزانها يما 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 قالوا لي على صدر حسين نايم، قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري يما ابيك رضرضه وصدره، ابيك رضرضه وصدره تعال اغفى علام. هذه الطفوف فقف وعينك باكية تجري الدماء بدل الدموع الجارية. أين البتول ترى سرور فؤادها شلوا تكفنه الرياح السافية وبناتها فوق النياق سبية يسرى بهن إلى البلاد النائية. إلهنا وسيدنا ومولانا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بجاه مولانا الباقر عليه السلام وبغربته وبمظلوميته. إلهنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. ارفعوا أيديكم عجل لوليك الفرج يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اقضي حوائجنا دنيا وآخرة. من سألنا الدعاء طالب حاجة طالب الذرية، اللهم اقضي حاجة كل محتاج يا الله. اللهم ثبتنا وثبت ذريتنا إلى يوم القيامة على ولاية أمير المؤمنين يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا بحق مريض كربلاء زين العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك ألتمسكم الدعاء جميعا لأرواح أمواتكم أمواتنا من مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات.